بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شبيه المغربية، لكم من السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نوضع واحد الوصفة خاصة بالنسيان أو الأبناء اللي ما تيركزوش في الدراسة، أو الناس المسنين اللي وصلوا لواحد السن ما بقوش تيركزوا او ولاو تينساو بزاف. غادي ناخذ واحد الوصفه ان شاء الله بحول الله وقوته رائعه، وغادي تنفع الابناء ديالنا، وغادي تزيدهم ذكاء، وغادي تعطيهم واحد الطاقه ايجابيه في الفهم. لان هاد كما تشوفوا في الصوره هو لبن الذكر، لأن لبن الذكر رائع. هذه الوصفة الثانية للبن الذكر. لبن الذكر اللي تخلق بهذه الطريقة بحل المسكة الحرة، بحل بزاف العشوب أو بزاف الأشياء بحاله تيشبهوا ليه، بحل المسكة الحرة، بحل لبن الذكر، بحل كاين واحد المكون اخر تهو قريب ليه بحال المره. المره تتشبه ليه، ولكن هو بوحدو لبن الذكر. لبن الذكر ماشي مر، الوقت اللي في الشرب ديالو او في العمل تخدمي به للتبخير او للشرب او لعلاج الوجه ولا هو ماشي مر، هو رائع في الشرب. اما المره لتطهير الحويج اللي تيكونوا عندهم تعفن. كاينين الناس اللي تيشربوا المره بحال الناس اللي عندهم السكر، ولكن هي مره في تف المذاق ديالها، ما سموها المره الا كانت مره. اما هذا لبن الذكر للنسيان اللي تيكون عند الاطفال وعند المسنين. الانسان من تيوصل لواحد السن في العمر تيوليو بزاف الحوايج تنقصو من الذات ديالو، بحال السمع، بحال علاقه الشوفان النظر، تيوليو عنده طنين في الاذن بحكم السنين. اما الاطفال اللي تيكونوا صغار وتيتناساو، اما تيكونوا عندهم مشكل ديال انهم تيبقى يلعب 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 حتى تنسى الدراسة ديالو، او تيكون مشبت بالبورطابل او مشبت باللعب او هذا تنسى القراية. الوقت اللي شي يجي يدرس ان عقلو عمر بالاشياء اللي خداهم قبل من الدراسة، سبق اللعب عاد مشى يدرس. اذا الدراسة قبل اللعب، يدرس عاد يلعب. اذا الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال ولادهم مشطونين، والناس اللي عندهم ولادهم ما تيركزوش في الدراسه او عندهم مشكل ان تيكون الدري مشطون، ما تيبغيش يدرس، ديما مشطون وديما تيحس براسو انه اللعب واخد لي عقله. اذا الوصفه هي بين يديك ان شاء الله. غادي تخرجي عند عطار وغادي تاخدي اللبن الذكر، يكون جيد. قول ليه اعطيني اللبن الذكر اللي يكون مزيان صالح لي. كاين لبن الذكر للتبخير، وكاين لبن الذكر اللي تيكون دغيا تيدوب، دغيا الوقت اللي تحطيه في ماء دغيا تيدوب، يكون الماء ساخن ونخليه حتى يبرد ونقرا عليه هذه القراءه اللي غادي نعطيكم ان شاء الله. اول حاجه ولدي الا كان مشطون غادي نبخرو بلبن الذكر، 7 حبات ديال لبن الذكر غادي نقرا عليهم. كان مشطون غنقرا عليهم الفلق 3 مرات وصورة الناس 3 مرات، وغادي نقرا صورة الشرح 3 مرات، وغنقرا هاد الآية اللي غادي ان شاء الله نعطيها لكم حتى هي غادي يشربها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك 7 مرات. وغادي نبخرو بهاد لبن الذكر. لبن الذكر في التبخير رائع رائع رائع. تيلا كان عنده العين او الحسد،
هي اللي مسببه لي هذيك الشطنه، غادي نحيدوها بهذه القراءه على لوبان الذكر، غادي تبخريه مده 3 ايام، يكون مع وقت ما بين العصر والمغرب، حتى تبخريه مع المغرب جيد. اذا الناس اللي عندهم ولادهم مشطونين او ما تيبغوش يدرسوا نبخرهم بلوبان الذكر. اما الشرب الناس اللي تنساو، كي الدراري الصغار كي الناس الكبار، تنوضعوا 7 قطع ديال لوبان الذكر في قنينة إطروت الماء، وتنقراو عليهم الفاتحة 7 مرات، الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات، وغادي نقرا هاد الآية، غادي نقرا هاد الآية اللي باش يشد الدراسة، وغادي إن شاء الله يولي يقرا مزيان ويكون يتواصل مع الأستاذ ديالو ويدخل القسم وهنا ويثبت إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنقرئك فلا تنسى. نقراها 100 مرة على هذيك القنينة، إما يكون فيها إطرون ديال الماء وإما يكون فيها إطرون الماء. الناس الكبار والصغار وكل شيء يشرب منها، ولو الدري يكون عنده 3 سنوات يبدأ يشرب من هذا الماء باش يولي ذكي إن شاء الله بحول الله. غادي نقرأ آية أخرى من سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، تلبيان. أنقرأها تهي، أنقرأها ما تقرأوهاش 100 مرة، الأخرى اللي غادي تقرأوها 100 مرة هذه تقرأوها 21 مرة. هاد الآية في سورة الرحمن، بداية سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان. غادي نوصل حداها ونكررها 7 مرات، علمه البيان، علمه البيان، علمه البيان. اللي ما قدرش يقرأ القراءة كاملة يقرأ نصف القراءة على الجهد المستطاع ديالك، المهم النية أبلغ من العمل. ما مفروضش أنك تقرأي أكبر عدد، ولكن باش تكون معاك كاملة قدري تقرأيها. نقرأ ونحبس، نقرأ ونحبس حتى نكمل القراءة كاملة إن شاء الله. هذه الآيات صار من أقوى الآيات للذكاء. إذا كان إنسان كبير غادي ياخد كأس صباح وكأس في الليل، كان إنسان صغير غادي ياخد كأس صغير جدا، كأس صغير، ياخد كأس صغير صباح، وفي من يمشي ينام يقرأ، يقرأها 7 مرات، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، ويقرأ الرحمن علمه القرآن، يقرأها 7 مرات هو يقرأها، إذا كان الطفل هو يقرأها، عطيك سبيالي في ورقة ديرها تحت الرأس ديالو ويبدأ يقرأها باش يولي يتعلم الوقت اللي يكون يدرس ونسى شي حاجة يقراها هو. إذن الوقت الشرب يشربها وينام، ويقراها الوقت اللي يمشي ينام. إذن الناس الكبار يحاولوا يشربوا كأس معتدل صباحا، وين يمشيو يناموا يقراو، يقدروا يقراوها إلا كانوا قارين توما 7 مرات، وغادي يشربوا هذاك الكأس. إنسان إلا ما كانش قاري يقرا ليه ولده ولا تقرا ليه بنته، أما الأولاد تقرا لهم الام ديالهم، الحمد لله راه كلشي ولا تيفهم وتعرف، تقراها الام وتعطي لابنائها يشربوا، لان غادي تحس بالفرق ان شاء الله. حاول انها دير هذه الاسبوع الاول وتحبس اسبوع وتبقى تعطيه مره مره يشرب من هذا الماء، المهم اطروت الماء او اطرو نص يكملوا مده اسبوع. المرأة اللي كانت كبيرة هي تاخذ يطرو وتكمله مدة أسبوع، غادي تحس بالفرق إن شاء الله. 7 حبات وسط الماء وتبقى تشرب، المهم وتبخر ولدها. إذا كان التبخير للولد إذا كان مشطون مزيان ليه، إن شاء الله حاولوا ديروا هاد الوصفة رائعة وأكثر من رائعة للنسيان، الناس كبار والناس صغار يحاولوا أنهم يدرسوا 7 قطع ويقراوا هاد القراءة إن شاء الله، يكون عندهم
التركيز لا في الدراسة ولا في كل شيء. الناس الكبار تنساو باش يعالجوا نفوسهم، على الأقل ما يبقاوش ينساو بهذيك الطريقة اللي كبيرة تولي تساعدهم على التركيز. إذا أحبابي، إلى عجبتكم الوصفة حاولوا أنكم تتبعوا الفيديو إلى الآخر باش أنكم تستافدوا، وحاولوا تخليوا لي لايك على الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.